تبنى تنظيم داعش هجوما بسيارة مفخخة في مخيم الركبان للنازحين في سوريا قرب الحدود مع الأردن. وقال مراسلنا إن الانفجار أودى بحياة 15 شخصا على الأقل عندما استهدف الهجوم دورية عسكرية لجيش أحرار العشائر المسؤول عن حماية المخيم في منطقة السوق التجاري. ويسكن في مخيم الركبان نحو 100,000 نازح سوري هرب معظمهم من مناطق يحتلها داعش في البادية السورية ومحافظتي دير الزور وحمص. ألقت طائرات حربية منشورات تحذر فيها أهالي مدينة الموصل العراقية من استخدام السيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها لأن داعش يستخدمها في هجماته ضد القوات الأمنية العراقية. وأكدت المنشورات أن القوات العراقية ستستهدف أي عجلة يرصد تحركها في هذه المناطق اعتبارا من ليلة 15 من الشهر الجاري وحتى اكتمال تحرير هذه المناطق. أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفتاحهما على فكرة تغيير المعاهدات لإصلاح أوروبا. وعقب لقائهما في برلين قالت ميركل إنها اتفقت مع ماكرون على رسم خريطة طريق لتطوير الاتحاد الأوروبي. من جانبه عد ماكرون أن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات في الاتحاد. تحولت منطقة الأهوار إلى مقصد للعلماء والسائحين بعد أن عانت كثيرا من سنوات الحرب في العراق. ويجري باحثون من جامعة بغداد أبحاثا على بعض أنواع النباتات واستخداماتها الطبية من خلال جمع حبوب لقاح نباتات القصب لعمل محلول ودراسة آثارها في علاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا. وتعد الأهوار منطقة تفريخ للأسماك وموطنا لأنواع عدة من الطيور.